بعد طول انتظار وصلت أخيراً الدفعة الأولى من جرحى مدينة تعز إلى جمهورية تركيا لتلقي العلاج على نفقة حكومتها. طائرة خاصة نقلتهم من مدينة عدن إلى مطار زافر الذي استقبلهم فيه مسؤولون أتراك وطواقم طبية متخصصة، إضافة إلى السفير اليمني برفقة متطوعين من الطلاب اليمنيين. أغلق المطار وفرغ طاقم العاملين فيه لاستقبال الجرحى الذين أولوا اهتماماً يليق بهم، فجهود العاملين هنا في نقل الجرحى واستقبالهم عكست استعدادات وزارة الصحة التركية التي تكفلت بنقلهم وعلاجهم. احنا الان لقينا ان شاء الله، الله يحفظ يبارك بتركيا التي اعتني بنا ان شاء الله بالعلاج. وان شاء الله 142 جريحا وصلوا برفقة 43 مرافقا وكذلك لجنة طبية وإدارية من محافظة تعز، وهي المكلفة من قبل المحافظ بمتابعة ملف الجرحى. غالبية الجرحى الواصلين مضى على إصابتهم العام، فجراح بعضهم تعفنت وإصابة آخرين تفاقمت وأطراف إما بترت أو تيبست. هذه الدفعة لم تقتصر على جرحى الجيش والمقاومة فقط، بل حملت أيضا ضحايا مدنيين منهم 9 نساء و8 أطفال. وراء كل منهم قصة معاناة تلخص بشاعة الحرب التي فرض عليهم معايشتها. حاملين أوجاعهم والكثير من الآمال، يبدأ من هنا جرحى مدينة تعز رحلتهم العلاجية، وكلهم رجاء أن تبدأ معها مرحلة خلاص طالما تاقوا إليها. شروق القاسمي لقناة بلقيس، مطار زافر، تركيا.